بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. مرحبا بكم في كورس تأويل الرؤى وتفسير الأحلام بعيدا عن الدجل والأوهام. أورد الإمام البخاري في صحيحه تحت باب المرأة السوداء الأحاديث الآتية. الحديث الأول رقم 7039 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني 7040 عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تحت باب: إذا رأى أنه أخرج شيء من كورة فأسكنه موضعا آخر. الحديث رقم 7038 عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة وأسكنه موضعا آخر، والكورة هي المدينة أو الناحية، فيكون المقصود باب من رأى أنه أخرج الشيء من المدينة أو الناحية وأسكنه في موضع آخر أو في مكان آخر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، المراد شعر الرأس، أي معنى قول الرسول: كأني رأيت امرأة سوداء ثائرة شعر الرأس أخرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة. والذي أخرج هنا هو النبي، لأن ظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي، وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة، حيث قالت عائشة عندما هاجروا إلى المدينة: وقدمنا المدينة فكانت أوبأ أرض الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: فأولت أن وباء المدينة نقل إليها، وفي رواية: فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة، وهي مما يضرب به المثل ووجه التمثيل، أنه شق من اسم السوداء السوء والداء، فتأول خروجها بما جمع اسمها. تأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة، وقيل لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد، ومعنى الإقشعرار الاستيحاش، فلذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه كالحمى، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قلت وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة، وكل شيء تغير عن هيئته يقال اقشعر، مثل اقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، قال القيرواني المعبر والمفسر للأحلام: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه. وقال غيره: ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تثير البدن بالإقشعرار وارتفاع الرأس، لا سيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، إلى أن نلتقي في الحلقة التالية، لكم خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.